وانا اللي شجعني ونكون حاضر مع هاد الدراري اللي صحابي واصدقاء ديالي فاطمه خير وطاليس، وانه بزاف ديال الناس كانوا كيتلاقاو بيا وكيقول لك بغينا نديروا الكوميك وما عنديش انا ما ندير لهم بوحدي، ما نقدرش نقول لهم، ما نقدرش نصحهم، ما نقدرش نوجههم بطريقه او باخرى. ولكن هاد اورانج تالنت دابا فاش ولينا كنشوفوا الدراري اون فاس معنا وكنشوفوهم في لي فيديو اللي كيصيفطوا كان احسن، فهذا هو اللي خلاني انه نكون حاضر مع الدراري باش نختاروا المواهب ان شاء الله. خاصهم خدمه، راه ما ساهلش باش نجي ونوصل، ما غاديش نقول راه صافي راه هاد الخطوه هادي حلت لي البيبان وغدا الشهره والناس وعباد الله والناس يبداو يعيطوا ليا وكذا. بالعكس هادي راه خطوه صغيره في المسار اللي مازال تابعك لقدام، يعني هذا واحد الباب تحليك، خاصك تعرف تستغل هاد الفرصه هادي وما تزقلش، ماركي الهدف. هاد الشباب هادو ناطروهم تكون عنده موهبه، كيخصنا نحتضنوه، كيخصنا نعاونوه، كيخصنا نشجعوه، عوض ما انه يمشي يولي عرضه ولا تلاف الاشياء اخرى اللي ما غاديش تفيدو. وحتى هو يحس براسو، يعني ملي كيجلس كيتفرج في التلفزيون تيشوف نجوم وهذا تيقول لك علاش حتى انا نقدر ندير داك الشيء. اورانج تالنتس المساند الرسمي للمواهب المغربيه. من المهم ديما قريب.